طيب هايل جدا، ادي اول مشكله اتحلت. المشكله الثانيه هنعرف منين ان هو واحد على ثلاث بنات؟ لو لقيناه تعبان مايس وبيتدلع يبقى هو اكيد على ثلاث بنات. صح يا اختي، اجدع صح. انما هنعرف منين ان هو تعبان؟ ثلاثه مطلوب ضفدعه متطلعه. فوق الطلاق دورانا ورانا. مش ده المهم يا اختي، المهم هنعرف منين ان الضفدعه متطلقه. لو بصينا على الضفدعه ولقيناها بتهري وتنكد تهري وتنكد في نفسها تبقى متطلقه. لا، وفي طريقه تانية. ايه؟ لو بصينا ما لقيناش في اصبعها الشمال دبله.